أهلا بكم مع ADS Research Live Market Update. في الدولارين توقعاتنا اليوم هي إيجابية فوق 102.82. توقعاتنا هذا الأسبوع هي إيجابية بسبب إشارتين إيجابيتين. أولاً، فترات البيع لم تتجاوز يوم أو يومين على التوالي فقط بسبب عمليات جني الأرباح من البيع وثم لحقتها المكاسب. ثانياً، شهدنا عمليات الشراء عند مستويات منخفضة، ففي التداول خلال اليوم شهدنا نمط واضح من ارتفاع الأسعار من أدنى مستوياتها، وتكرر ذلك يوم أمس مع هبوط أولي وثم لحقتها ارتفاع بحوالي 100 نقطة. استناداً إلى ذلك، توقعاتنا هي إيجابية فوق 102.82، والمستويات المستهدفة هي عند 103.74، أي أعلى مستوى سجل هذا العام، وثم صعوداً إلى 104 أو إلى 104.40. هذا كل شيء لليوم، والآن سأترككم مع ملخص لتوقعاتنا.